اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات على قد الايد. هنعمل النهارده اكلات سهله عشان رمضان بقى برده زي ما قلت لكم لازم نعمل اكلات خفيفه تاكلش قدام النار كتير، يعني غير العزومات طبعا. النهارده هنعمل مع بعض فتة الشاورما بالفراخ، وهنعمل كمان شوربه بصل جنبيها، يبقى كفايه كده قوي على الفطار. والحلو بتاعنا هيكون كيك بالراسيا والمشمش، وهنعمل بيض بالجبنه. يلا بينا نبدا الاكل. هنبدأ مع بعض دلوقتي عمايل الفتة. هي وصفاتها كتير شوية بس في الآخر لذيذة جدا. احنا بنعمل شاورما بالفراخ، نجيب صدرين فراخ او نص كيلو بانيه لو انت عايزة، او لو باقي عندك من امبارح فرخة مسلوقة هناخدها برضو. وهنجيب زبادي، حوالي 4 كوبايات زبادي، 3 كوبايات رز، عيش شامي، وتوم، وشوربة، وطبعا هنعوز خل وزيت او زبده اللي انت تفضليه، وملح وفلفل اسود بس كده. دي طلباتنا النهارده. هنعمل اول حاجه الرز. وطبعا عايز اقولك ان الفته دي من الاساس معموله ان انت ممكن يكون عندك اكل بايت من امبارح، عندك رز زياده، عندك فراخ مسلوقه زياده، هتعملي بيها الوصفه دي. يعني انت هتجيبي العيش والزبادي وتعملي الاكله دي، بس احنا هنبداها من اول وجديد. وانت لما يكون عندك حاجه بايته اعملي بيها. اول حاجه هنعمل الرز، نجيب معلقتين زيت او زبدة اللي تفضليه. نجيب الرز على طول كده نحطه. هنعمل رز ابيض عادي خالص، عشان كده بقولك لو بايت عندك عادي هتستعمليه ومش هيبان فيه اي ان هو بايت حتى اساسا. هنجيبه نحط له ملح، معلقة ملح كده عادي، التمليح العادي بتاعنا. نقلبه بس نخليه يختلط كله بيه زيت او زبده. وهنعمله ونركنه على الجنب ونكمل بقيه حاجاتنا. يعني انت ممكن لو تكوني ناويه مثلا النهارده هتعملي اكل وتيجي بكره عايزه تعملي الفته دي، هتروحي النهارده مزوده الاكلات، بتعملي مثلا النهارده فراخ ورز وتعملي الاكل اللي بتعمليه عادي، تزودي بس شويه، تزودي في الرز وتزودي في الفراخ وتسيبيهم في الثلاجه لتاني يوم، هتكملي الاكله معانا بالزبادي بس وايه واللي احنا هنعمله بالثوم والشوربه. يبقى انت خلصتي اكلتين في يوم واحد، وهتبقى جديده جدا مش بايته ولا حاجه كده. يعني انت مثلا النهارده بتعملي اكل وبكره عندك خروجه، نعمل ايه؟ نزود اكل النهارده ونكمل الاكله دي بكره. هترجعي على قبل الفطار بنص ساعه هتعمليها في منتهى السهوله ان شاء الله. نحط الميه، 3 كوبايات رز عليهم 3 كوبايات ميه كده. نحط حبه كمان وهركنهم على جنب وابدا اعمل الشاورما. نحطهم هنا الاحتياطي بتاعتي. هجيب بقى الشاورما اقطعها حتت رفيعه، انا عندي صدرين فراخ جايباهم. لكن لو عندك مسلوق بايت مفيش مشكله، عندك لحمه بايته برده ممكن تعمليها بيها، مش لازم تبقى فراخ، عندك لحمه مسلوقه بايته اعمليها بيها برده. يا دوبك هتروحي مسخنه بقى الفراخ المسلوقه، اعمليها نسايل رفيعه او اللحمه
وحطيها على النار برده مع فص ثوم مع معلقه زبده وقلبيها شوحيها بس فيها زياده، خلاص هتبقى جميله جدا كده. احط لكم المكان بس هنا كده، وانا جايبه طبعا عيش شامي عشان نغير بين ايه، بين نوع ونوع. يعني إيه، احنا الفته بتاعتنا العاديه بنحط لها عيش بلدي، لا دي هنحط لها عيش شامي. نحطها كده رفيع، ولو فيليه برضو هينفع مش صدور بس. نقطعها بقى حاجات رفيعه كده وابعد عن الدهون خالص قدر الامكان يعني كده. فته خفيفه جدا في الحر ده، ويعني جديده علينا احنا، مش من زمان بنعملها، دي قريب جدا بس بصراحه لذيذه قوي. دي هنعملها بايه، فص ثوم ومعلقتين زيت او زبده وخلاص. انا النهارده عاملاها بالزيت عشان تبقى خفيفه، لان الجو النهارده حر جدا مش مستاهل بصراحه اي دهون تاني، عشان كده قعدت افكر وانقي بحاجه تكون خفيفه ما تاخدش معانا لو وقت كبير في العمايل، وبرده ما تبقاش تقيل علينا في الاكل، ناكلها في اي وقت تبقى خفيفه. حط جيب طاسة على النار ونعمل الشاورما. بس قبل ما اعمل الشاورما انا عايزه احمر العيش عشان ما استغل الوقت ان انا ما ايه ما اغسلش مواعين كتير. اخد طاسة العيش احط فيها ايه الشاورما، فانا هركن دي على الجنب كده شويه، قطعتها خلاص هركنها على الجنب واغسل ايدي. ونيجي نقطع العيش ونحمصه، ممكن تحطيه في الفرن وممكن تحمصيه على الايه على البوتاجاز. كده طاسة العيش بتاعنا اهو، نجيب مقص هنقصه بالمقص كده، مكعبات هنحمصه تحميصه حلوه. يعني انت ممكن هتحطيه في الفرن قطعيه نفس التحميصه دي وتروحي رشاه بالزيت وندخله الفرن، بس تخلي بالك منه جدا عشان ما يتحرقش كده اهو. نعمل اول شرايط طويله عريضه كده كده، طبعا مقص الرنب خلينا بنصحك تجيبيه، تمنه مش غالي خالص بس مفيد جدا، يعني بصراحه حاجه مهمه قوي للمطبخ، يعني بيبدا سعره من كلام فاضي، يبدا سعره من 5 جنيه زي بقى زي ما انت عايزه بقى. مش معنى هو بخمسة جنيه هو يبقى وحش، لا والله حلو برضه وبيستحمل كل حاجه كده. مكعبات بقى طويل، اقطع مكعبات كده. ابص بس الاول كده على الرز عشان اهدي عليها اهي، خلاص هدي عليه بقى خالص، هو كده شرب كل ميته. نكمل قطع العيش بتاعنا، قطع مكعبات حسب الكميه اللي انت عايزاها بقى، حطي رغيفين ثلاثة أربعة طاسه تسخن شويه على ما اخلص دول على طول كده. شوف المقص بيخليه مساوي ازاي، احسن طبعا قطعيه بايديكي او حتى بالسكينه كده احسن واسهل.
كده. سهل جدا، مفيش اي حاجه. نبدا احط زيت في الطاسه، تسخن الزيت واروح حاطاه، ممكن احط معاه كمان فص ثوم عشان يديله ريحه. ثوم مقطع او مفروم اي حاجه. كده كفايه كده، اول ثوم نديله ريحه بس. اروح حاطه العيش وارش عليه رشه ملح صغيره معامله البصل، صغيره قوي كده عشان يقرمش معانا، يبقى عيش مقرمش كده تحتيها، هتبقى حلوه قوي ان شاء الله. هنحمره خالص بقى، يعني تحميره كويسه طبعا، دي اسرع بالفرن بكتير. في الفرن هيقعد حبه كويسين، وتضطر انك تبقي قاعده برقباه، فانا بستسهل معاكي بقى. بس يعني اللي مش عايز بقى زيت كتير ودهون كتير هيحطها في الفرن اكيد، اللي مش مشكله بالنسبه له هيحمرها كده. نجهز الصينية عشان نحط فيها ايه؟ العيش لما يتحمر. ممكن تحطيه في صينية، تحطيه في صينية كبيرة كده سيرفيس زي ما انت عايزة. كده حمر فيه كده، وهسيبك فاصل صغير على ما اخلص تحمير العيش، ونرجع نكمل مع بعض اكلنا. فاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، يا دوبك حمصت العيش وعملت الرز. هبدا دلوقتي اعمل الشاورما. طبعا هعملها بطريقه بسيطه جدا وسهله، زي ما قلت لك لو عندك مسلوق خلاص هننفذه نفس الطريقه دي. هنحط معلقه زيت، ونحط الفراخ المسلوقه بتاعتنا او الشاورما اللي جاهزه عندي دي على الزيت، وابدا اقلب فيه واتبله. طبعا لو مسلوقه هنخلي بالنا من الملح، ان هي مسلوقه في ملح مش هنحط كتير. هناخد حبه ملح، نص معلقه ملح كده نملحها، مع فلفل اسود اقل من نص معلقه، مع سنة قرفة، سنة صغيرة جدا من القرفة. ونبدأ نقلب الشاورما بتاعتنا. كده دي مش بيتحط لها أي حاجة، لأن احنا دي واخدينها بديل الفراخ المسلوقة. يدوبك هي كده وفص ثوم معاها بس، يديها ريحة وطعم وخلاص. البصل ملوش حظ معانا النهارده، السن تخلي صغيره طبعا بس كده. انا الرز انا طفيت عليه من شويه، لقيته بقى ان هو ايه يا دوبك بدا يستوي، طفيت عليه والغطا محطوط عشان يتم ايه مفلفل، يكمل سواه مع بخار الميه اللي جوه كده. ان شاء الله عمر الرز ما يعجن معاكي ابدا. نخش في السوا، هنبدا نحط لها الثوم. ما نحطش الثوم في الاول خالص، لان الثوم بيحرق بسرعه. انا جبت طبق كبير في براحتنا،
نحط طبقات ما ايه بالصينيه كان ممكن تغرقنا الدنيا. لا كده اسهل معاكي وسيعه لنفسك، وبعد كده غرفي كل واحد في طبق او كلكم كل من طبق واحد عشان ما نسيش اطباق. لا وقبل ما نسيخ الاطباق ايه، يعني احنا عايزين لم شمل الاسره كلنا ناكل في طبق واحد، عايزين نرجع الموضوع ده من تاني. انا بنوه عليه كتير على فكره الحكايه دي، لان احنا بعدنا عن بعض قوي، كل واحد بقى في حياته من ولد لبنت الاسره. لا احنا عايزين نرجع تاني، فعشان كده خلي دايما عندك ان انت تحطي في طبق واحد على الاقل، لو ما اكلتوش منه هتقربوا من بعض وانت كل واحد بياخد ايه معلقه منه، في بركه وفي كل حاجه بصراحه. يعني حلو حلو بصراحه الطريقه دي، يعني مجرد حتى ان واحد بيغرف التاني اخوه هيساعده يغرف له برضو، دي ايه موده كده بين الاخوات وبين العيله، نقوي الحاجات دي فيهم. حاجات بسيطه جدا، بس متهيليش ان دي مثلا حاجه بسيطه مش هتعمل حاجه، لا دي حاجه بسيطه بس هتعمل حاجات كتير قوي. ونعلمهم لا اغرف لاخوك اغرف لاختك كده، نساعد بعضينا، حاجه بسيطه بس بتعمل روح حلوه. بص نزلت الميه بتاعتها اهي، يبقى نسميه بعد كده بقى طبق المعجزات لما يعمل ود ورحمه كده بين العيله وعيله العيله، نسميه طبق المعجزات. الناس بتتخيل هي دي اللي هتعمل كذا، اه هي دي هي دي اللي هتعمل. ما نستهونش باي حاجه على فكره، وما نفوتش اي حاجه، كل حاجه نعمل لها قيمه. يعني مثلا واحد يقول لك انا هعدي مثلا على اخويا 5 دقايق، يعني هم 5 دقايق هم اللي هيفرقوا، اه ال5 دقايق هم اللي هيفرقوا، او ابعت له حاجه حلوه حتى لو بسيطه قوي. يعني الاثنين متجوزين خصوصا الصبيان، مش عارفه ليه تلاقي دايما الاثنين الصبيان المتجوزين بعاد عن بعض، غير البنات، البنات بيحبوا يقربوا من بعض قوي، انما الصبيان لا، بتلاقي كل واحد مخنوق في شغله ومش فاضي يروح يزور اخوه. يعني الاخ كده لما ايه يروح لاخوه يجيب له حاجه هديه صغيره، مش مهم يقول اه ده انا موظف وهو موظف مرتباتنا على قدنا والكلام ده، لا حاجه صغيره جدا هي ممكن تعمل فرق كبير قوي. انا اروح ازور اخويا ان شاء الله 5 دقايق انا مش فاضي، بس اسمي رحت له وخدت له معايا حاجه حلوه بسيطه جدا جدا، يعني مش هتفرق ايه هي، يعني الحاجه مش في قيمتها، مش ان هي غاليه هتبقى اه لا، حتى مهما تاكل رخيصه او بسيطه هي من اخويا حاجه حلوه جدا. فاحنا عايزين دلوقتي كل واحد يزور اخوه، انا عارفه البنات بيزوروا بعض كويس جدا، انما الصبيان هم اللي بيتقالوا عشان معلش احنا عارفين ظروفهم ان هم موظفين وعندهم شغل وكده، بس برضو لازم لازم احنا داخلين على العيد اهو كل سنه طيبين ان شاء الله، نزور بعض في العيد وبعد العيد وفي اي وقت. احط بقى فصين توم هنا كده كده، ياخدوا بس يا دوبك تشويحه ونحط لهم معلقه خل. يعني فته زي دي مش تتكلف كتير ابدا ابدا، هتتكلف حاجه بسيطه جدا، انا ممكن اعزم عليها اخويا، حلوه جديده وحلوه، يعني مش حاجه قليله برده ومش هتكلفك كتير ابدا. قلت اخويا مش اختي، اختي كده كده جايه تملي، ده اللي بيحصل على فكره في المصريين بالذات، تملي الاخوات البنات بتلاقيهم متقربين من بعض قوي، انما الاخوات الصبيان حتى لا، او الولد مع اخته البنت برده نفس الحكايه، هو مش فاضي تعرفش تيجي بقى عشان اخوها مش في البيت والكلام ده. لا عايزين نقوي علاقة الصبيان بالذات. هستنى هنا هتقشش واحط معلقة خل، عشان كده احنا من صغرنا لو نمينا حب الصبيان مع بعض بالذات من صغرهم، انت لا خد اخوك فسحه وخد اخوك اشتري له لبس، خد اخوك ايه، يعني نقربهم من بعض الصبيان بالذات، مش كل ولد يبقى ايه سارح مع صحابه كده وخلاص، لا الصبيان نقربهم من بعض، ادي اخوك ساعد اخوك الصغير، إيه لا ساعد اخوك الكبير، نور اخوك الكبير الكوبايه دي، دي بتعمل حاجه كويسه جدا مع بعض. حط معلقه خل صغيره، كده يعني والعيد داخل كده، نخلي الاخ الكبير ياخد اخوه الصغير الاصغر منه ويشتري له لبس، مش مشكله بقى انت اه بتحس ان انت بتشتري اه خديه معاك، خدي الاثنين معاك، بس ممكن تعتمدي في حاجه صغيره على الاخ الكبير حتى لو شراب
يقول لي انزل بقى قول له خد اخوك واشتري له شراب. هتخليهم حتى يمشوا مع بعض غصب عنهم ويبداوا ايه يتكلموا مع بعض كده، يبقى في سر التقارب بينهم. حط دلوقتي الشاورما هنا، لا خليها ده تهدى شويه عشان تحط الرز الاول. اجيب اعمل بقى ايه الفته بتاعتنا الثانيه، الصلصه بتاعتها. على فكره ترتيب الفته زي ما انت عايزه، كل واحد بيقول ترتيب شكل، فاللي انت حاسه ان هو قرب لك وتحس ان هو شارب معاكي اكتر في الموضوع ان كل حاجه شاربه من الثانيه حطيها زي ما انت عايزه. حط معلقتين زيت، حط ثوم كده، هنحمر التوميه دي نصفرها كده كويس. هوريك الرز كمان، بصي استوى وانا طافيه عليه قبلها بشويه اهو، هغطي عليه تاني لغايه ما احمر الثوم، احط له سنه ملح، ملح صغيره كده كفايه قوي كده. نصفر التوميه ونطفيها بالخل، عارفه زي الفته بتاعتنا احنا العاديه هنعملها، بس مش هحط لها طماطم بقى كده. طبعا بيصفر بسرعه جدا، ما ياخدش معانا اي وقت. انا بقى عايزه انزل لما اشتري ايه، انزل اشتري لبس العيد للاولاد، الاقي الصبيان الاخوات ماشيين مع بعض في الشوارع بيشتروا حاجتهم. اتفقنا؟ ان شاء الله حاجات بس زي ما قلت لك، شراب، اي حاجه بسيطه يساعدوا بعض فيها، ولاد عم ولاد خاله، نقرب الصبيان من بعض قوي يا جماعه والله، لان فعلا بتلاقي العائلات بتكبر والصبيان مش عارفين بعض خالص، تلاقي ابن العم اولاده مش عارفين ولاد ابن عم باباهم، يعني ما ينفعش. وتلاقي الجد اسم واحد ويعرف بعض المدارس بس. طبعا احنا كده مش مصريين، ما ينفعش. هنحط كده الخل هنا كده، تغلي غلوتين ولو حط عليها حب كوبايه شوربه بس. احط الشوربه وهسيبها تغلي غلوتين ونطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض الطبق بتاعنا وبقيه اطباقنا ان شاء الله. فاصل ونواصل. على قد الايد، على قد الايد. ورجعنا من الفاصل وهنكمل مع بعض الفته بتاعتنا. هي طويله شويه بس تستاهل، بس عشان بنبدأ من الأول خالص. هنعمل دلوقتي صلصة الزبادي. هنجيب أربع علب زبادي وهنحط لهم توم، نفرم لهم توم كده أو تدقيه زي ما أنت عايزة، مش كتير يعني، حبة فصين توم كبار. حط لها معلقتين خل، وملح وفلفل. نجيب معلقه كبيره بقى هنقلب ايه ونحط بيها ملح، ايه نص معلقه صغيره، وفلفل اسود برضو اقل من نص معلقه. نقلب بقى كده، دي اخر حاجه في الفته بتاعتنا النهارده. نقلبها كويس كده، احنا كده عملنا الرز وعملنا الشاورما وعملنا الدقه بتاعه الفته اللي هي حمرنا توم مع خل، بقى طبعا طشينا الخل بالتوم ورحنا حاطين ايه الشوربه بتاعتنا وكده، خلاص سيبناها تغلي دقيقتين وخلاص على كده بس. طبعا سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، هي طويله شويه بس ان شاء الله تعمليها بسهوله. هنحط بقى الرز كده هنا قدامي، الرز عليها كده. العيش ده انا مش كده، مش بنسقيه حاجه، مش زي بتاعتنا البلدي، لا مش بنسقيه حاجه، هو بنحطه كده الرز عليه، هو اللي هيطريه شويه والزبادي هيطريه كمان.
الطبق العائلي من السلطه من الفته والسلطه كمان طبعا عائلي. يعني لو عملتي جنبيه سلطه خضراء يبقى برده كويس قوي. كده لو انت بتحبي تطري العيش عايزاه يبقى طري هتسقيه من ايه؟ من اللي احنا عملناه ده، التوم وخل وشوربه. نبدا نسوي كده. كده نحط الزبادي وفيها الفراخ، ولو انت عايز تحطي الفراخ الاول وفيه الزبادي براحتك. كده نشربها كده. الترتيب ده حسب مزاجك مفيهوش اي مشكله. كده نظبطه. هنحط بقى الفراخ فوقيها. نحط الاول من الشوربه دي كمان الاول حبه كده وحبه كده. نحط الفراخ وبعدين برضو نسقيها بالشوربه دي. وزعيها بقى كده الفراخ عليها. تعملها زي التورتاية يعني. كده. الفتة دي خفيفة جدا جدا جدا. احنا حمرنا حاجات كتير بس الزبادي بيغطي على كل اللي احنا حمرناه ده. التوميه كده وننضف الطبق. بس الاول عايزه اعمل لكم ايه؟ شوربه البصل عشان اسيبها تغلي على النار. حله دي كده هنا. نجيب حله نعمل شوربه البصل النهارده هتتاكل جنب دي برده شوربه برده فيها كريمه فخفيفه حلوه قوي برده. كده عندي هنا كده ده ولا عشان اقطعش معاكم خليه دلوقتي وبعدين اظبطه لكم. هنجيب حبه زيت وهنحمر فيه، مش هنحمر يعني هندبل فيه البصل وتوم. هي دي شوربه البصل مش اكتر من كده، حط لها كريمه وشوربه وخلاص مفيش حاجه صعبه خالص فيها. حط بصل، كمية بصل كويسة، بصلتين كبار مقطعين مكعبات، فصين توم، ونحط لهم حبة ملح. حط ملح كده. نقلب فيه لغاية ما يدبل وبعدين نحط له الشوربة تغلي معاه كويس جدا. ودي هنضربها في الخلاط بس طبعا احط معاه معلقتين دقيق عشان ده ايه الدقيق هو اللي هيخليها قوام، خليها تقيله شويه كده. كده نجهز معلقتين الدقيق جنبنا والشوربه. بس اخلص الاول ده. لازم ندبل البصل كويس جدا الاول لان احنا لما نحط الدقيق على طول بيتحمر مش هيلحق البصل يدبل فيه. ولو جيتي بقى تعمليه في الخلاط وهو كده مش هيتفرم فرم كويس، هتلاقيه بقى فيه فتافيت كده. انت
في حتة تخينة، لا انا عايزينه زي البوريه كده طري جدا زي كريمة. طبعا حط لها الشوربه فيها ملح وفيها فلفل فيها كل حاجه، شوربه لحمه شوربه فراخ اي شوربه عندك. كده لما تيجي تجربي حاجه جديده عليكي جربيها بكميه قليله جدا، يعني لو شوربه البصل دي بس تعمليها اول مره اعمليها يا دوب بكوبايتين شوربه، يعني حبه صغيرين قوي. انت عارفاها بقى بفكرك بيها، اعمليها الكميه اللي انت عايزاها. كده هيتبل اهي خلاص. يبقى احنا كده حطينا ايه، بصلتين كبار مقطعين مكعبات وفصين توم مقطعين برده كده شرايح، وبايه بدبلهم مع بعض. بعد كده هحط لهم معلقتين دقيق. هنبص كده خلاص هيدبل اهو، اخليهم يتحمروا فيها كده ونقلب بقى كده. واخلي الدقيق لونه يتغير شويه مع البصل، واجيب له الشوربه اجهزها. ايدك طبعا فيها على طول لان ايه الدقيق ما يتحرقش ويبوظ لك البصل. عشان قلت لكم البصل لما بيبوظ بقى مش انا اللي بعيط، احمد اللي بيعيط، احمد اشرف اللي بيساعدني هريا قطع بصل تقطيع بصل. انا بحب اكل البصل بس مش تنظيفه، فبستغل هذا الموقف كل شويه اخليه يقطع بصل. كده احط بقى الشوربه اورتيجا هيعيط صح. انا بقى هسيبها تغلي كتير جدا يعني لغايه ما احس ان البصل اتهرى، وبعدين احطها في الخلاط كده كويس. بعد بقى ما اطلعها من الخلاط احط ارجعها تاني على النار تغلي، وحط لها الكريمه اللي هتخلي ايه برضو الشوربه بتاعتنا هاديه ما تعملش اي حرقان او حموه اي حاجه. نجيب بقى الطبق بتاعنا كده على ما دي تغلي نظبطه عشان يبقى شكله كويس يفتح النفس. نجيب معلقه شوفي بقى الشاورما دي كل ما تقعد مش هتلاقي العيش ناشف خالص، هتلاقي العيش طري مع كل اللي حطيناه ده. يبقى احنا عملنا الرز وعملنا الشاورما، رز عادي جدا رز الابيض بتاعنا، ولو عندك من امبارح يبقى كويس جدا مفيش مشكله فيه. وعملنا الشاورما من غير اي حاجه غير فص توم صغير جدا قطعناه شرايح عشان يديها بس ريحه، وملح وفلفل ومعلقتين زيت بس مش اي حاجه، وعلبتين الزبادي او تلات علب الزبادي حسب الكميه اللي بتعمليها. دول بيعملوا ايه؟ بتعملهم برضو سلطه، بنحط لهم توم مفروم وحبه خل وملح وفلفل بس، ونقلب الزبادي كويس جدا مع الخل والتوم، ونعمل التوم وخل برضو عادي بتاع الفته بتاعتنا العاديه الثانيه اللي بالشوربه. كده كده الطبق بتاعنا كده شكله حلو جدا. واسيبكم فصل صغير على ما الشوربه تكمل معانا ونرجع مع بعض نكمل اكلاتنا والحلوه بتاعنا. فاصل ونواصل. هنعمل مع بعض دلوقتي كيكه بالقراصيا والمشمش. احنا دلوقتي طبعا عايزه اقول لكم شوربه البصل انا عملت فيها ايه، سبتها تغلي على النار شويه
رحت حطها في الخلاط، ضربتها في الخلاط ورجعتها الحله تاني. هو مش اكتر من كده يعني. ان انا عملت قدامكم ان انا حمرت البصل، ما حمرتوش، دبلته مع التومه، وبعدين مجرد ما دبلوا انا حطيت ايه، معلقتين الدقيق، وحطيت عليهم الشوربه وسبتهم يغلوا. سبتهم يغلوا شويه، رحت حطاهم في الخلاط ورحت مرجعاها تاني تغلي حبه كمان على النار، وبعدين احط لها الكريمه، ويبقى كده شوربه البصل خلصت. اهي بس بقت عامله ازاي، ليها سمك. هتغلي حبه واروح احط لها الكريمه، يبقى كده خلاص شوربه البصل عندنا جاهزه. نبدا بقى هعلم اقول لك طريقه كيكه حلوه قوي وسريعه وجديده، هي طبعا عارفينها كلنا، بس دي اسرع حاجه بقى هتعمليها ما فيهاش اي لخبطه. هنجيب كده كب كيك او صينيه كيكه زي ما انت عايزه. هي عندنا كوبايتين دقيق، كوبايه سكر، كوبايه الا ربع لبن، نص كوبايه زيت او اكتر شويه، وعندنا بيضتين، وعندنا بيكنج باودر وفانيليا. وبعد كده بقى عندنا اراسيا بنشيل بذرها، ومشمش وجوز هند. بصوا بقى الطريقه دي سهله جدا. اول حاجه هنجيب مشمش كده، نحط في ايه، في كل واحده من الكب كيك اتنين مثلا كده كده، ونحط اراسيا. ده كب كيك بالاراسيا والمشمش، او كيكايه لو عملتيها في صينيه كيك، بس انا زي ما قلت لك انا بفضل قوي الكب كيك كده. كده كفايه. هنيجي هنا بقى نجيب الخلاط بتاعنا، هنحط فيه الزيت، كوبايه لربع زيت او اقل شويه، كوبايه لربع لبن، كوبايه السكر. شوف بقى اسهل حاجه مش هتوسخي ايديكي خالص. البيضتين، كده، ومعاهم الفانيليا، ومعاهم حبه جوز هند عشان تديها ريحه حلوه للعجين. شوفوا سهلنا ازاي، مفيش اي حاجه خالص عملناها كده. حطينا هنا ايه، الزيت واللبن والسكر والبيض والبيكنج باودر والفانيليا، يعني كله ما عدا ايه، الدقيق والبيكنج باودر هحطهم برده في الخلاط، بس هناخد دول ببعض الاول. النهارده مش هخليكي تتعبي في العجين ولا تعملي كده كتير ولا اي حاجه. دي طريقه سهله جدا للكيكه وان شاء الله ناجحه جدا. نعمل كده. انا بدوب بقى السكر هنا كده، بضرب لغايه السكر ما يدوب. كده بقى هنا هروح جايبه الاثنين الدقيق برضو في الخلاط. طبعا لما تكوني عامله صينيه صغيره مش صينيه كبيره، عشان ما ينفعش احط هنا دقيق كتير، هما كوبايتين كفايه قوي. يعني نعمل صينيه صغيره كده ومستعجلين، عندنا جاي لنا ضيوف او احنا عايزين نعمل حاجه بسرعه حلوه، نحطها في الخلاط، بس الكوبايتين دي كفايه جدا عشان ما بوظش الخلاط. ونحط معلقه بيكنج باودر مليانه كده، بس كده، ونضرب ده كله مع بعضه ضرب ايه، متقطع. بس الاول اشوف اللي على النار هنا الشوربه كده، خلاص كده اهو. بصوا هطفي عليها وهحط لها الكريمه اهي كده، نجيب لها الكريمه كده. شوربه البصل خلصت، جربيها ان شاء الله تعجبك، وجربيها في كميه قليله مش في كميه كبيره. ما عندكيش كريمه اللباني، هنحط معلقتين قشطه من على وش اللبن، انت عندك قشطه من الاول براحتك. بس كده هتهدى شويه واغرفها. نيجي هنا حطينا ايه، زي ما قلت لكم نرجع من تاني عشان ما تلخبطوش معايا،
حطينا نص كوبايه زيت او كوبايه الا ربع بشويه، وكوبايه الا ربع لبن، وحطينا كوبايه سكر وبيضتين وبيكنج باودر وفانيليا. لا بس البيكنج باودر حطيناه مع الدقيق، حطينا الفانيليا الاول مع البيض وضربناه كويس جدا لغايه السكر ما ايه ما داب خالص. بعد كده حطينا كوبايتين الدقيق ومعلقه بيكنج باودر، وكمان حطينا حبه جوز هند. حط كده بس كده. شوفوا ازاي بقى خلاص كده اتعملت. نقلبها بس ايه تقليبه عشان لو في اي حبه دي في الجناب هنشيلها كده الطريقه دي كده. نيجي هنا كده نحط ايه في الكوكب بتاعنا. هتتملي شويه لان العجينه هتنزل تحت شويه طبعا، اللي فينا راسيا ومشمش فمش مليانه قوي كده. كده دي بقى هحطهم في صينيه تانية عشان الجيران، عشان قلت لكم دايما بخليها صينيه صغيره حط فيها الجيران، وهو ربنا بقى بيبارك بقى في الحاجه اللي بنعملها وتزيد عشان ندي جيراننا اكيد. الحمد لله كده نشيل بس دايما الايه اللي في النص عشان ما يتحرقش. نضفها كده ونحطها في الفرن، وهجيب لكم اللي انا ايه عاملاها. كده بصوا كده خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيها في الرف الفستاني على 170 درجة ودي استوت. بس بقى شكلها حلو ازاي. دي انا رش على وشها جوز هند بقت بالشكل ده. ممكن بقى نحط لها صوص شوكولاتة او نحط لها ايه يا صوص شوكولاته عليها، يا اما السكر البودره ده بالميه بس نعمل لها وش زي ما انت، او تسيبيها زي ما هي اللي يعجبك. كده كده الكب كيك هنعمل دلوقتي بيض بالجبنه عشان ايه نعمل حاجه كمان جنبها. ده حاجه سهله جدا، بيض اومليت بالجبنه في السريع كده، تحضيره للي مش عايز ياكل حاجه ياكل جنبها البيض بالجبنه، او فطار في عشاء يعني سحور اي حاجه بينفع كل حاجه. هنجيب الجبنه فيتا زي دي كده نحط ايه الكميه اللي احنا عايزينها هنا، نضربها كده خليها ناعمه. اي نوع جبنه عندك المهم خليها ناعمه تعرفي تفرزيها، عشان احنا هنحطها على ايه على البيض كده اهي. ممكن نحط لها حبه بقدونس كمان عشان دي بقى الزياده. نجيب حبه بقدونس نحطها عليها عشان نخلي شكلها حلو جوه البيض. قوي لو عايز تفرمي فلفل اخضر او فلفل الوان تبقى تفرميه فرم رفيع قوي تحطيه عليها برده ممكن.
نغرف الشوربه الاول قبل ما تبرد عشان ما تعملش شكل مش حلو. نحمص الشوربه كده. الشوربه دي مفيده جدا للاطفال وللكبار اي حد، لان طبعا البصل مفيد جدا برضو. نشيل دي هنا كده على الجنب. هنجيب بقى البيض العدد اللي احنا عايزينه هنحطه 2 3 زي ما انت عايزه. هنحط هنا هنعمل عدد افرادنا هنا 5، هنعمل 5 نجيب بولة بس وإيه ونعملها. نجيب كده بولة فاضية نحط فيها البيض نضربه العدد اللي احنا عايزينه. نعمل مثلا 4 كده عشان نفطر اللي مفطروش او نسحرهم كده. نشيل دول هنا. نجيب بقى ملح وفلفل بسيط جدا. خلي بالك احنا هنحط ايه جبنه وهنحط ملح قليل قوي، يعني رشه ملح صغيره، وهنحط ايه فلفل اسود قليل برده قوي كده عشان نحط فلفل حامي عشان احنا في رمضان كده. نضرب البيض هنعمل اومليت كده ونحط عليه الجبنه. شوف الدنيا اللي ورايا هيصه دي. نحط بقى حبة زيت أو زبدة زي ما أنت عايزة كده. نمر كده زيت في كل الطاسة. نروح حاطين الأومليت هنسيبه لما يستوي. وكده معانا ادي الكب كيك والشوربه والفته بتاعتنا. نجيبها لكم برضو عشان فاضل لكم عندي السحور بس. اهي الفته اهي تقضي عيله بحالها. كده زق كده البيض عايزه ايه يستوي، ينزل كده هنا ويستوي جنبيه. كده ننزل البيض اللي فوقيها يستوي تحت. المنظر ده انا عايزه انزل اي حاجه هنا كده واروح حاطه هنا الجبنه كده واحاول افردها عليه كده. كده واروح ماسكه وقافله على ايه على الاومليت ده واسيبه يستوي على الناحيتين كويس. يفرد شوية خليه بس يستوي حلو. نفرد كمان هنا كده.
تستوي كويس. هو ايه، انا بزق البيض الني انزله تحتيها واخليها من فوق ايه كده. هو يدوبك هيستوي، هنروح برمينه على بعضه وحاطينه يتقدم. اكتر من كده مفيش حاجه تانية تتعمل. بيض اومليت بالجبنه، جربيها هيعجبك جدا ان شاء الله. وممكن تعمليه رول يروح ملفوف حوالين نفسه كده برده، وممكن تدخليه الفرن لو عايز ياخد وش في الفرن كده. يعني في كذا طريقه ممكن تعمليها. وكده عملنا مع بعض اكلنا النهارده كده، بس كده كفايه. هنقدم طبقنا ده كمان. كده عملنا لكم اكل النهارده. هو طويل شويه بس ان شاء الله خفيف جدا عليكي ومش صعب ولا حاجه، خصوصا زي ما قلت لك لو في الحاجه دي موجوده عندنا قبلها بيوم. يا رب اكلنا النهارده يكون عجبكم، وان شاء الله استنونا هنعمل اكل احلى واحلى. وكل سنه وانتم طيبين.